حته الاتحاد، عشان انا عايز اربط، احنا دايما بنقعد نشوف الناس اللي بتنجح والناس اللي بتتطور، ومش عيب ابدا ابدا احنا نحاول نقلدهم في الحلو. يعني نشوف الناس دي بتنجح ليه وتتطور ليه وبياخدوا قرارات عامله ازاي ونقلدهم. انا هعرض على حضرتك عدد من القرارات اللي اتخذها الاتحاد السعودي لكره القدم ضد بعض لاعبيه المستبعدين من المنتخب قبل انطلاق فعاليات بطوله كاس امم اسيا بقرار من مانشيني المدير الفني. اوكي، روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي. قرارات قويه، واخد بالك؟ قرارات فيها شخصيه وجراه او جراءه وصرامه. ماشي؟ ماشي. قال لك ايه؟ انا عايز اقارن بين الاتحاد السعودي والاتحاد المصري. وده مش تقليلا من الاتحاد المصري، على قد ما هي تمنيات ان احنا يكون عندنا هذا القدر من الصرامه لمصلحه الكره المصريه. فايقاف وتغريم 6 لاعبين سعوديين لامتناعهم عن التواجد بكاس اسيا 2023. عقبه الاتحاد السعودي لكره القدم سليمان الفرج وخالد الغنام ونواف العقيدي لاعبي المنتخب السعودي بالايقاف والغرامه بسبب رفضهم الانضمام للمعسكر الخاص بالاخضر السعودي بكاس اسيا. وكان عدد من اللاعبين قد دخلوا في خلاف مع روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعوديه، وبالتالي لم يتواجدوا في المعسكر الخاص بكاس اسيا. جاءت قائمه العقوبات كامله على النحو التالي: ايقاف نواف العقيدي اللي هو الحارس لمده كام شهر؟ 5 شهور. ايقاف محمد مران لمده شهر. اوكي؟ ايقاف خالد غنام لمده شهر. ايقاف علي هزازي لمده شهر. تغريم سلطان الغنام غرامه ماليه 200,000 ريال سعودي. تغريم سليمان الفرج غرامه ماليه 100,000 ريال سعودي. اتحداك ان يملك الاتحاد المصري لكره القدم جزء من هذه الجراءه في اتخاذ القرارات او هذه الصرامه. لا، احنا عندنا، انا مش بتكلم بقى على المجلس الحالي، انا بتكلم على اي مجلس اتحاد كله بيعمل حساب ايه. تخيل اللعيبه دي مثلا في زيهم في الاهلي والزمالك عملوا نفس هذا التصرف، كان هيبقى قرار الاتحاد ايه؟ لا حس ولا خبر. لا حس ولا خبر. هقول لك المدير الفني استبعدهم وخلاص، شكرا كده زي الفل، احنا مالناش دعوه، خرج نفسك يا عم من المعضله دي ومن القصه دي. مالناش احنا في جمهور الاهلي وجمهور الزمالك يطلعوا يقطعونا على السوشيال ميديا ويقطعوا يقطعونا مش عارف فين وكلام من ده. لا، اعمل نفسك مش واخد بالك. ما عندناش احنا القصه دي. للامانه انا بشوف اللي اتعمل الاتحاد السعودي هي حاجه ايجابيه الى ابعد درجه. ودرس لاي لاعب ما يعرفش قيمه تيشرت منتخب بلده. خلاص؟ لكن احنا كاتحاد كوره هنا في مصر ناخد قرارات صارمه زي دي حتى لو هتوقف اللاعب يوم واحد، انسى. اتحداك ان ده ممكن يحصل. اتحداك. بنخاف دايما هنا من جمهور الاهلي ومن جمهور الزمالك، ويجي بعض المسؤولين يقول لك ايه، خلي بالك ده هيكتب عليا كذا على السوشيال ميديا. يا عم تسيب اللي يكتب يكتب. يعني هو خلاص، سيب اللي يكتب يكتب، كامل احترام للسوشيال ميديا وكامل احترام للجمهور وكلام من ده. لكن لو كل واحد ركز ان هيتكتب عليه ايه بعد ما يقول ايه او بعد ما ياخد قرار ايه، يبقى محدش هيشتغل، محدش هياخد خطوات، ولا حد هياخد قرارات، ولا حد هيعمل اي حاجه. الاحترام لكل الجماهير، بس انت شايفه صح اعمله دون اي حسابات. ها؟ دون اي خوف من اي جمهور من الناديين او من اي جماهير اخرى. نفس الاتحاد عندنا في مصر ايا كان مين المجلس، سواء اللي موجود دلوقتي اللي قبل كده او اللي هيجي بعد كده، يبقى عندهم الصرامه دي. اللي يغلط يا باشا عاقبه، اللي يتجاوز او اللي غير ملتزم عاقبه، طالما في واقعه محدش يقدر يفتح بقه معاك خالص. فنفسي اشوف الصرامه دي عند الاتحاد المصري لكره القدم. يعني طيب،